وزير التموين النهاردة قال الآتي، قال التعاقد على 20,000 رأس ماشية من جيبوتي لشهر رمضان وعيد الأضحى إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيده علينا جميعا بالخير. طيب، وصول أولى الدفعات تقريبا حوالي 5,000 رأس، يعني 25% تقريبا من إجمالي ما سوف يتم أو ما تم التعاقد علي، وده هيطرح في المجمعات الاستهلاكية خلال الشهر الكريم، اللهم بلغنا رمضان. معنا على تليفون سيادة العميد محمود السعداني، العضو المنتدب للشركة المصرية للحوم. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينا الكرام. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قدوم شهر رمضان، وشعب مصر العظيم بكل خير إن شاء الله. رمضان كريم على حضرتك وعلينا جميعا. قادر يا كريم، احنا كده نتوقع الخير، 20,000 رأس هيجوا على دفعات وصلت منهم بالفعل 5,000 رأس، مش كده؟ دي حقيقة، بالفعل وصل 5,000 رأس داخل جنوب مصر العربية وجيبوتي. احنا جبنا قبل كده كذا رسالة من جيبوتي. حلو. وبالرغم من المشاكل الموجودة في السودان إلا أن الضخ من السودان ما توقفش. حلو. القيادة السياسية بتنوع مناشئ ومصادر التدبير على أي مواجهة أي ظروف تحصل. إحنا في الحدود على في السودان، داخل السودان في حدود 10,000 رأس في المحجر في السودان. هايل. عندنا في توشكا في محجر يسع 30,000 رأس، بالفعل في 9,000 رأس موجودين. محجر ومجزرة على أعلى مستوى، عناصر بيطرية على أعلى مستوى من الهيئة العامة خدمات بيطرية للكشف البيطري على الأبقار في السودان وبعد وصولها لمصر. هايل جدا. وزي ما حضرتك قلت، احنا بننوع المصادر بتاعتنا، يعني احنا بالتاكيد عندنا جيبوتي، عندنا الصومال، عندنا تشاد اظن، يعني في عندنا اكتر من مصدر جوه القاره الافريقيه اقدر اجيب من عنده. طيب، هل هذه، الحمد لله والشكر لهذه الوفره من رؤوس الماشيه، من شانها انها تقلل لي الاسعار حبتين؟ احنا بالفعل حضرتك، احنا الاسعار عندنا بتقل عن السوق المحلي في حدود من 30-40%، وده لحد ما بيساعد في استقرار الاسعار او نزول الاسعار. عظيم. بالفعل يعني جزارين كتير جدا ومنتجين كتير جدا بداوا ينزلوا اسعار اللحوم البلدي. حضرتك احنا في الشركه بنضخ يوميا متوسط 75 طن، توصل ل 120 طن في رمضان يوميا. منافذ الشركات تبع الشركه القابضه 1650 منفذ متوفر فيهم اللحوم. احنا بس من خلال المنبر حضرتك كده بنناشد الساده المستمعين والمشاهدين، مفيش داعي للتكالب، اللحوم متوفره. احنا حاليا الان داخل المجزر دلوقتي 8 برادات لحم سوداني وجيبوتي. الله، حلو، حلو جدا. بنبدا نوزع من بعد الفجر على الشركات اسكندريه والشركه العامه والشركه المصريه للجمله وشركه النيل. احنا بنطمن الناس لحوم امنه تماما، عناصر بيطريه موجوده في دول المنشا للكشف على الابقار، وعندنا مجزر ومحجر في سفاجه. ده انا متاكد منه، يعني انه الحاجه امنه وزي الفل، انا متاكد. انا اهم حاجه عندي الوفره، فانا هيدخل لي طول الوقت دفعات. احنا اتكلمنا على ان انا عندي تعاقد على 20,000، فدخل لي منهم 5، ده بقى اظن يعني انه يمكن ده تبقى لتصريح السيد وزير التموين الدكتور علي مصلحي، فيبقى انا كده فاضل لي 15 يكونوا موجودين بالنسبه لي لحد العيد الصغير بامر الله. يبقى الوفره هي اللي تحول دون اي ارتفاعات سعريه غير مبرره. انا بشكرك جدا 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 سياده العميد محمود السعداني، العضو المنتدب للشركه المصريه للحوم.